عمر جه، عمر جه. عمر ياسين طبعا لاعب كره اليد بالنادي الاهلي، بنرحب بيك في الاهلي في رمضان. مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب. مساء الخير يا كابتن هادي، مساء الخير يا اسلام، كابتن يحيى حبيبي. حبيبي يا عمر. حبيب قلبي. كابتن قال لي عمر جه. عمر جه، عمر ده مشكله والله، مشكله. ليه مشكله يا عمر؟ بتعمل ايه يعني؟ والله يا عمر والله يا كابتن يحيى بس بيهمنا شويه. بيقول ان انت اللي بتحرضهم وان انت اللي بتضحكهم وان انت اللي يعني بتعمل كل حاجه في مع زمايلك. الحمد لله على الحمد لله. ما ايه؟ كله على الخير، كله على الخير. سمعتك يعني السمعه سبقاك ما شاء الله يعني. لا في الخير الحمد لله. اه طب اهم حاجه، اهم حاجه في الخير. اللي هو ايه بقى الخير؟ ان احنا نجمع الفرقه، ان احنا نحاول يبقى في روح حلوه في الفريق، نحاول نقرب الدنيا من بعضها، الناس تبقى كلها بتتفرج مع بعض، كبير وصغير مفيش فرق. حتى كمان ما بيننا وبين الجهاز الاداري، الدنيا كلها روح حلوه على مرنا. ده حلو كمان. الاجواء دايما انا بحس، وانا يعني فرق الرياضيه دايما تقريبا نفس السيستم واحد، لما بيكون في ضغوط عصبيه وفي مباريات مهمه وبيكون في بطولات مهمه، وخاصه لما بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، اكيد بيبقى الفرقه لوحدها بتبقى، والكابتن يعني الكابتن محمد كمان يوافقني في الراي، ان هم بيكونوا طبعا مع الجهاز الفني والجهاز الاداري، لكن هم ليهم جزئيه لوحدهم. الجزئيه لوحدهم ديت لما بيكون الحب ما بينهم والهزار الحلو في وقته وفك التنشن دوت، ده بيكون مهم مع طبعا الشغل الفني مع الشغل النفسي كمان للاجهزه المختصه. ده بيعمل حاله، والحاله ديت بتظهر ايجابياتها دايما في الوقت الصعب. يعني بنتكلم على مباراه صعبه زي مباراه الكاس اللي فزتوا بيها على نادي الزمالك، دي كانت من المباريات الصعبه اللي اعتقد كان الكلام والشغل النفسي مع اللعيبه اكتر كمان منه من الجزء الفني يا كابتن. والله دي حقيقه فعلا يا كابتن هاني. احنا معانا السنه دي في الفريق في 6 لعيبه مريض 98، وفي من ضمن كمان الناس اللي جت جديده حوالي 4 لعيبه اول مره يلعبوا مباراه اهلي والزمالك. فالتوتال بتاع اللعيبه اللي تقريبا اول مره تنافس على بطوله او تاخد بطوله مع النادي الاهلي حوالي 10 لعيبه. فالموضوع ده طبعا عشان نكسر الحاجز النفسي عندهم من هي مباراه قمه ومباراه فاينل وكده. كان لازم الموضوع يبقى فيه طبعا جزء فني والجزء الثاني نفسي معتمد على ان انت تكسر حاجز الخوف عندهم. طبيعي. عن طريق ان الناس تبدا تفك شويه وتهزر شويه، الموضوع يبقى طول الوقت فيه جد. صحيح. وده كان لعيبه كبار في الفرقه بصراحه ليهم دور في الموضوع ده. واحنا بعد مباراه الدوري بعد ما حصل يعني عدم التوفيق وما قدرناش نكسب في مباراه فاصله، قعدنا احنا مع بعض كلعيبه وحاولنا يعني نفك التنشن اللي موجود والاحباط اللي حصل عند الناس، بحيث ان احنا نقدر نعمل ريفلاش للناس كلها لمخها انه ينظروا ماتش الكاس ده كانه مفيش اي حاجه حصلت قبل كده، وان ده يعتبر مباراه جديده وماتش جديد. والحمد لله اعتقد ظهر اثار جوه المباراه، وشفنا روح اللعيبه كلها كانت عامله ازاي جوه الماتش. يعني ولا يعني اللي يشوف الماتش ما ياخدش باله ان الفرقه دي كانت من 3 ايام خسرانه فاينل خالص. ما هو ده اللي بنقوله. صحيح. صحيح. ده اللي كنا بنتكلم فيه يا كابتن عمر، ان انتوا إن كانت ممكن يعني بسهوله جدا حاله الاحباط اللي انتوا فيها دي تسيطر او تفضل ممتده معاكم. انتوا كسرتوا ده بسرعه جدا. وافتكر يعني افتكر اي منافس او يعني خاصه يعني الفرق الكبيره بتبقى يعني معتمده على حاجه زي كده، انا خسران ماتش دوري العب على الكاس، هعتمد انا على الحاله المعنويه اللي ممكن تكون نازله شويه بعد الخساره، فطبيعي جدا ان كانوا بيلعبوا على كده. ومع ذلك يعني انتوا كسرتوا التوقعات دي. الحمد لله ده توفيق عند ربنا طبعا، والحمد لله برضه تعليمات من الجهاز الفني الناس اللي التزمت بيها اكتر داخل المباراه الثانيه، مع محاضرات للفيديو وكده اتفرجنا فيها على اخطائنا. احنا حاولنا احنا نتفاداها او نتلاشاها في المباراه اللي بعديها. بلس بقى الموضوع النفسي اللي احنا اتكلمنا فيه، ان احنا حاولنا نحفز الناس كلعيبه ما بيننا وبين بعضينا، اللعيبه الصغيره او الاول مره تلعب على بطوله، حاولنا ان احنا نكسر حاجز الخوف او التوتر عندهم او ان هم يبقوا محبطين بسبب الهزيمه. والحمد لله. ايه الفرق بين ماتش اول ماتش كنا ليه الحمد لله. ايه الفرق بين ماتش بتلعبه في رمضان وماتش بتلعبه خارج رمضان؟ يعني اكيد الظروف واكيد الاستعدادات بتبقى اكبر شويه، بتبقى يعني فيها صعوبه اكتر شويه، مش كده؟ هو طبعا الموضوع اصعب شويه، في موضوع الاكل بالذات.
اكيد نظام غذائي معين. لا اكيد طبعا صح. لا وكمان يعني انا كمان التوقيت، انا برضو فاكر ان توقيت المباراه بيبقى بعد الفطار على طول اعتقد، ما بيكونش في مباراه لعبناها الساعه 8:30 بعد الفطار مش بدري قوي يعني، ليه ما بقاش مثلا 9:30 زي حتى تفطر يعني. بالظبط يعني. عشان كان في مباراتين ساعتها 8:30 و10:30 مش هيقدر يعمل بعد الساعه 10:30 12 دي كانت صعبه جدا. بس عمر ياسين برضو من الناس اللي بتعرف تحافظ على اكلها كويس قوي يعني، كان ينزل فطار ما يفطرش كويس لكن تلاقي الاكل عنده في الاوضه مظبط حاله اول ما يرجع. لا والله لازم برضو لازم افضحه بقى. انت عارف ايوه والله. لا 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 بيشتغل على نفسه كويس. لا ما هو في كل فرقه كده. انا كان مثلا في ايام كاس العالم 90 كابتن هشام يكن كان معاه سوبر ماركت في الدولاب بالظبط يعني حاطينه وينزل ناكل يا دوبك ناكل حاجه خفيفه وبتاع. كابتن جوهري طبعا مبسوط ان احنا بناكل قليل، لكن بعد العشاء تلاقي الفرقه كلها عند كابتن هشام بالظبط. انا عمر كده برضه. وخلي بالك حضرتك بس عايز اقول حاجه في وجود عمر ياسين، يعني احنا لما اتكلمنا قلنا ما لوش حل، ولما بيندمج مع جيمي كمان محمد جمال بجد والله مش مجامله لعمر ياسين، ازاي ما بيخلطوش ما بين التوقيتات اللي فيها جديه وفيها مسؤوليه. يعني عمر ياسين من الناس الخبرات اللي موجوده في الفرقه ومن اللعيبه الكبار اللي في الفرقه، زي ما بالظبط في التوقيتات اللي الجو مشدود فيه بيعرف يخرج اللعيبه من الحاله النفسيه ويهرج ويضحك، وليه قفشات دايما كده مع كل لعيب ليه مسميه اسمه وبتاع يقعد يهرج مسميه اسامه ايه طيب؟ والله ما مش عارف بس خلاص انا عمر عايزك تقلد بعد الهوا انا هقول لحضرتك كل حاجه بعد عمر بعد الهوا. انا عايزك تقلد لي اسامه يا عمر. قلد لي اسامه. بس احنا ما بنقلدوش غير في حاجه مش هينفع تتقال على الهوا. هو ليه كلمه مشهوره كده عمر فهم ضحك مش هينفع انا هقول على الهوا بعد الهوا نعرف. فلا بس بجد ليهم دور قوي جدا جدا يعني. حتى قبل مباراه الكاس كان عمر ياسين يقابلني يقول لي ما تقلقش هنكسب، اسلام الجزيري يقابلني يقول لي ما تقلقش هنكسب، محسن رمضان وسط المباراه وهي شغاله جه سلم عليا كان هيخلع لي ايدي تقريبا يعني، سلم عليا في واحده بيطلع روح بقى وحماس غير طبيعي، انا ايدي نملت مش قادر اقول له حاجه خلاص يعني. كان عندهم اصرار وعزيمه وبجد عرفوا يلموا نفسيهم مع بعض كويس قوي يعني. وقت التهريج تهريج، وقت الجد بامانه بيتحملوا المسؤوليه كويس جدا جدا جدا. فاهمين كويس قوي، عندهم خبرات كتير قوي سواء بره الملعب وجوه الملعب. فعلا الواحد مبسوط فعلا ان معاه جيل زي ده بصراحه. صحيح. واتشرفت ان انا كنت في وسطهم والله. واحد من دايما كنت اقول لهم يعني سيبك ان مدرب عام ومش مدرب عام، انا دايما بتعامل كواحد منكم وككابتن فريق. انا لعيب لعيب رقم 19 انت قريب منهم برضو يا كابتن. الحمد لله الحمد لله لعيبه قريبه مني جدا يعني. قريب منهم قوي. احنا عمر بنشكرك جدا، مش عايزين ناخرك. بتتسحر الساعه كام؟ استنى كده بص الساعه. لا لسه بدري لسه بدري. لسه دلوقتي لسه بدري السحور. الساعه 2 كده. سحورك تقيل برضو كده زي الفطار ولا خفيف خفيف؟ لا انا الفطار خفيف، وبعد كده يعني بقسم الفطار مرتين. بفطر حاجه بسيطه على الفطار، وبعد كده باكل بعديها بساعتين الفطار بقى الطبيعي، وبعد كده بتسحر على الساعه 2 برضو. طب والحلو بيبقى امتى يعني. ده الحلو بيبقى امتى ميعاده؟ لا ساعات وساعات انا مش قوي في الحلو يعني، فساعات وساعات مش على طول. بس الحلو عندنا بطوله افريقيا، عندنا بطوله افريقيا في شهر 8 خليه خفيف خفيف كده كده خفيف ان شاء الله على طول الحمد لله يعني. كل سنه وانت طيب ومبروك الكاس وان شاء الله عقبال افريقيا باذن الله يا عمر. شرفتنا ونورتنا. شكرا ليك شكرا ليك. طبعا 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 طيب. انا عايزه بس ارحب بالشيف محمد خطاب وارحب بحسن، منورين ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين.